Flash Sport. Flash Sport. مرحبا بكم في فلاش سبور. نعمل نطلع على أبرز الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. البداية بميركاتو المدربين، والمدرب حمادي الدو هو المدرب الجديد للنجم الساحلي خلفا لخالد بن ساسي. تجربة جديدة للسيد حمادي الدو بعد تدريبه لعدة فرق من الرابطة المحترفة الأولى كيما النادي الصفاقسي، اتحاد تطاوين، أولمبيك سيدي بوزيد، الملعب الجابسي، الملعب التونسي وقوافل القفصة. بالنسبة للملعب التونسي، تعيين ماهر الكنزاري لتدريب الفريق، تعتبر رجوع لفريقه الأم بعد ما درب لاعبي الملعب التونسي في الموسم الرياضي 2015-2016. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، تم انتداب اللاعب يوسف العبدلي بعقد لمدة 3 مواسم، وتعتبر هذه عودة للعبدلي بعد ما خرج من الترجي وانتقل للاتحاد المنستيري. وكانت الانطلاقة الفعلية ليوسف العبدلي وبعد عمل تجربة قصيرة في الأهلي السعودي وبعد انتقل للنجم الساحلي. اللجنة الفنية للنادي الإفريقي بقيادة السيد المهري تعلن استقالتها من مهامها بعد 4 أيام من تعيينها بسبب اختلاف وجهات النظر وطريقة العمل مع الهيئة المديرة للنادي الإفريقي. نحكيه على مباريات اليورو 2024. نبدأ بماتش بين إسبانيا وفرنسا، مباراة مثيرة وفات بفوز إسبانيا على فرنسا بنتيجة 2-1. المنتخب الفرنسي يفتتح النتيجة في الدقيقة 9 عن طريق اللاعب كولوم مواني، بعد يتمكن اللاعب يمين يامال من تعديل النتيجة في الدقيقة 21 بهدف ممتاز يعتبر من أجمل الأهداف في تاريخ اليورو وتخلي كتاب التاريخ من أوسع أبوابه باعتباره أصغر لاعب بمركز في بطولة كبيرة في عمر 16 عام. هدف التعادل أعطاه ثقة أكثر للمنتخب الإسباني وتمكنوا بعد 4 دقائق من إضافة هدف ثاني عن طريق اللاعب أولمو، وعرف المنتخب الإسباني يحافظ على الأسبقية ويقتلع ورقة العبور للدور النهائي. نحكيه مازلنا مع اليورو 2024. نحكيه البارح تعرفنا على المتأهل الثاني للفينال نهار الأحد في الأولمبيا ستاديوم، باش يجمع إسبانيا بإنجلترا. تأهل إنجلترا البارح جاء بعد فوزها على هولندا بنتيجة 2-1، هدف في 90+1، هدف هاري كين جاء عن طريق ضربة جزاء في دقيقة 18. قبله هو اللاعب تشافي سيمونز افتتح النتيجة لهولندا في الدقيقة 7 وفي الدقيقة 90+1. الزوز ملاعبية اللي دخلوا عندهم 10 دقائق هما اللي صنعوا البونتو، هذا بالمي أعطى لاسيست وواتكينز هو اللي مركى بونتو الانتصار لمنتخب إنجلترا. نخدموا بالكوبا أمريكا، كولومبيا تفوز على الأوروغواي ب10 لاعبين كهو بنتيجة 1-0 عن طريق اللاعب جيمس رودريغيز. مباراة هذه شهدت أحداث عنف بعد اعتداء جماهير كولومبيا على برشا ملاعبية من الأوروغواي، ومباراة النهائي بين كولومبيا والأرجنتين نهار الاثنين مع ماضي ساعة متاع الصباح بتوقيت تونس. كل التحاليل الرياضية وكل الأخبار تلقاوها على الباج أوفيسيال متاعنا على الفيسبوك غاديو كابا فيم، وللمزيد من التحاليل الرياضية تابعوا الزميل محمد الدريدي في برنامج ستاد الكاب كل نهار أحد من 4 حتى 7 متاع العشية. فلاش سبور. فلاش سبور.